بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه وبعد. قبل البدء في موضوعنا سؤال يتكرر وحالة متجددة وموجودة في كثير من مجتمعاتنا الإسلامية في أمريكا، هي قضية الزواج المؤقت إن صح التعبير. الحاج عواطف سألت شخص، رجل أو امرأة، يتزوج لمدة معينة إلى أن يأخذ الجرين كارد أو إلى أن تأخذ الجرين كارد باتفاق ضمني بين الطرفين، ثم بعد ذلك يحدث الطلاق. هذه الصورة صحيح؟ حاجة واضحة. مما ينبغي معرفته والذي ليس فيه خلاف عند أحد من العلماء أن الزواج والعقد، عقد الزواج لو ذكر في العقد تصريحا أو تلميحا مكتوبا أو شفاهة، إذا حددت مدة فحرام قطعا، ولم يختلف فيه أحد من العلماء. إذا ذكرت مدة للزواج، يعني لو قال لها أنا أتزوجك إلى أن أخذ الجرين كارد بعدين طلق، سواء قاله شفاهة لها. يعني كل الطرفين يعرف هذا حرام قطعا وبدون خلاف عند أحد من العلماء. ما هو ربطه بالأخذ، عندما يأخذ بعدين بيتركوا بعض، أخذوا بعد سنة، أخذوا بعد 10 سنين، حرام قطعا قطعا. ما في دولة إسلامية وفي حكم بما أنزل الله، لذلك الأمور ماشية. ده بيحصل هنا كمان. أنا أقولش حضرتك إن اتجوزتهم، أنا ما أعرفش مين اتجوزهم، ما بيعرفش نيتهم. طبعا. هلا الآن نحكي بالتفصيل، نحكي تفصيل المسألة من الناحية الشرعية. تعلمون أن عند الشيعة موجود شيء يسمى زواج المتعة. طبعا من اسمه معروف أنه هو زواج للمتعة مش لمصلحة ثانية. وزواج المتعة من الناحية العملية هو زواج أيام وأحيانا ساعات بس، يعني الحرام يعطونه تايتل، يعني عنوان شرعي. طبعا هذه مسألة مختلفة شوية عن المسألة التي ذكرناها واللي طرحتها الحجة عواطف، أنه هذاك السنين يجلس الزواج سنين، ولكن التشابه بينهما ذكر المدة أنه مؤقت. باتفاق العلماء أن عقود الزواج الشرعية تكون على نية التأبيد، وبمجرد أن تنصرف النية عن التأبيد إلى نية مؤقتة، إلى فترة مؤقتة مهما طالت، إذا علم بها القاضي لا يجوز له أن يعقد العقد، وإذا صرح بها أحد الطرفين أو كلاهما فهو عقد باطل ولا يصح هذا العقد، طالت المدة أم قصرت، وهذا مجمع عليه وليس فيه خلاف. وإذا لم يصرح بها الآن نأتي إلى هذا. يبقى السؤال أو حالة، الآن عندنا سوفار عندنا حالتان، حالة الزواج المتعة الموجود عند الشيعة الذي هو عبارة عن ساعات أو أيام أو أسابيع ومقصود به المتعة. الزواج الثاني الزواج المؤقت الذي تطول مدته لمصلحة معينة، وعرفنا أن كلاهما لا يصح. يبقى الحالة الثالثة، يقولون لو أن إنسانا نوى في قلبه أنه سيتزوج من فلانة زواجا مؤقتا
ولكن لم يصرح لها ولم يصرح للقاضي أو للعاقد للمأذون ولا بتاع. ما في خلاف أنه كونه لم يصرح أن العقد من الناحية الظاهرية صحيح، لا هي بتعرف ولا القاضي بيعرف، العقد ظاهري ظاهره الصحة. فقالوا العقد صحيح ولكن الرجل يأثم تدينا، يعني شرعا هو آثم عند الله عز وجل لأنه ناوي يطلقها يعني يخدعها أو يغرر فيها أنه بعد سنة ولا سنتين أو بس يستفيد منها خلاص يرميها بعدين أخذ لي جرين كارد بعدين الله معك مثلا. هذه المسألة هذه حالة ثالثة. هلأ العلماء كلهم قالوا ظاهره الصحة، أما الأئمة الثلاث أبو حنيفة ومالك والشافعي فقالوا هذا الرجل يأثم، أما الإمام أحمد قال لا يأثم. لماذا قال؟ لأنه لم يظهر، والله عز وجل قال يعني لا يكلف الله نفسا إلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إلى الآن ما كسب هو ظاهر العقد، ومن يدري لعله يغير رأيه مع المستقبل ويبقى معها ويشوف إن إنسانة كويسة وإنه ويعلو يجيل أولاد منها وينبسط أولاده، فيقول إمام أحمد أن هذا عقد صحيح ويجوز. ولكن في علماء في السعودية من ضمنهم ابن عثيمين الله يرحمه رد هذا القول وهاجمه وقال هو أسوأ من زواج المتعة. لماذا؟ قال يعني زواج المتعة المرأة تعلم أنه زواج مؤقت رغم أنه باطل بس تعلم ما في خديعة. فزواج على نية الطلاق هكذا اسمه زواج على نية الطلاق أسوأ، لأنه أولا مؤقت فشمل المتعة، ثانيا في خديعة في الطرف الثاني في شريك العمر في خديعة في خداع، ففي يعني إثم أكبر، وهذا هو رأي الجمهور ترى. فصار هذه الأنواع الثلاث من الزواج باطل، إلا كما قلنا الزواج عن نية الطلاق بدون ما يصرح للقاضي من الطرف الثاني ظاهره الصحة، ولأنه ما حد يدري. يبقى نوع رابع وسنتكلم عن نوعين آخرين، يعني ست أنواع من الزواج. في نوع رابع كمان منتشر هنا في أمريكا، وهو أنه بيشوف واحدة أمريكية لا له فيها ولا لها فيه، وربما تكبر بعشرين سنة مثلا، فبتزوج زواج مدني مو شرعي، زواج مدني، وربما تكون هي راح على ولاية تانية وراح، بس بيكون متفقين مع بعض بالمحكمة يكون متزوجين، المحكمة المدنية الأمريكية، المحكمة المدنية الأمريكية مش شرعية يعني غير قانوني، قانوني بالعكس، هو بده إياه قانوني مش هنحصل على جرين كارد، بس ما أنا ما بعيش معه، ما أنا مرته على الحقيقة، زواج مدني فقط ما بعيش معه لأنه وأحيانا مش هي بيته، أحيانا هي مدينة ومدينة، أحيانا ممكن بتروح على ولاية ثانية. بس عفوا دلوقتي بيعملوا يزوروا البني آدم حأوصل لهذا، بس أنا أتكلم على شكله وعلى التايتل على نوعه. نعم هذا غرضه كذلك، مش إنه يعيش معها ولا يجيل أولاد منها ولا تحبه ويحبها ويعشق، لا ما له علاقة بالموضوع كله، وكل غرض منه زواج في المحكمة، بس يمر ثلاث سنين مدلي وتفر الأساسه بيروحوا اثنين هنا على المحكمة وتقول هذا زوجي وهذا بياخذ الأوراق. هلا قبل ما نحكم على هذا النوع، الآن المحاكم المدنية وال يعني الناس أصحاب العلاقة هون صاروا ينتبهوا من سنين، ما بقى بتمرق عليهم هذه، حتى بيسألوا أسئلة كتير دقيقة لحتى يعرفوا إذا هذه بالفعل عايش معها ولا بس زواج صوري يعني، وإذا اكتشفوا إنه زواج صوري لا بيعطون جرين كارد، ممكن يفنشوه حتى من البلد كله سواء يعملوا ديبورتيشن. أما من ناحية الشرعية أنا أقول مالي، أقول كونه هذا زواج مو شرعي اتركوا الأئمة والمشايخ أن يفتوا به، سيبوا ليش
يعني يسمون قضية ما دخلت في الشرع يسيبونا منها. أنا لا أفتي بها لا بالتحريم ولا بالتعليم، ليست زواج شرعي إنما زواج مدني. خلينا هم ال FBI والهوملاند سيكوريتي والجوفرمنت والسيتي والبوليس يتصرفوا، وما مقصرين يعني، صاروا بيعرفوا يتصرفوا منيح مو شوي يعني. حتى في ناس يكون عايشين مع بعض بجد ما بيعطون الجرين كارد، خصوصا زي المسلمين. امر مش ديني مدني، خلي المحامي يفتي بها، ليش بدي منا انا؟ انا ما بفتي بها، انا ما بفتي فيها، ما دام هو زواج مدني مو شرعي خلي المحامي. نعم يحصل بين المسلمين هنا، بس بيعيشوا مع بعض، بيعملوا عقد رسمي مدني شرعي كمان. يعني هذا مش الحالة الرابعة، إذا يعملوا اتفاق بينه وبينها إنه هو لوقت ما يخلص ويأخذ الجزء، لأن حتى بيديها يعني زي ما فلوس أجرة أجرة. نعم مقابل. إذا مدام هو مدني، إذا مدني فقط هو الحالة الرابعة، أما إذا عقد شرعي فهي حالة حتكون يعني الثانية أو الثالثة يعني. أكيد مش متعول يا الثانية الثالثة، وإحنا حكينا فيه إنه إذا كان الثانية وصرح باطل، عقد باطل باطل باطل، عقد باطل لا يصح، ما يجوز أبدا، وبقاء معها حرام وزنا، خدوها مني. وهذا كلام ما فيه خلاف بين العلماء، إذا رجل وامرأة اتفقوا إنه يتزوجوا بزواج مؤقت هذا حرام. أما إذا خدعوا الإمام ولا خدعوا القاضي والمأذون لا حول ولا قوة إلا بالله. طب الزواج المؤقت فضلت إنه بيكون عايشين مع بعض يعني، زواج مؤقت بيكون عايشين مع بعض، هذا هو التحريم فيه، ما يصح. ألا في زواج خامس مش منتشر عندنا، الزواج السادس منتشر عندنا، أو نتكلم بالسادس بعدين الخامس، نحكي على الموجود عندنا بعدين نحكي على المش موجود عندنا. في زواج أطلقوا عليه الناس زواج المسفار، مسفار جاء من السفر غير المسيار. المسيار هم نحكي به آخر واحد لأنه مش موجود عندنا كثير مسيار، موجود عندنا زواج مسفار. هلا ايش الزواج المسفار؟ مثلا حتى لو بالبلاد عندنا، افترض واحد عايش في القاهرة وعنده بزنس في القاهرة، والله فتح عليه فتح فرع في الاسكندرية، ومضطر يروح لهناك شهر ويقعد بالقاهرة 3-4 شهور ويرجع يقعد في الاسكندرية شهر، حيقعد فترة هنا وفترة هنا، فبيشوف له بنت حلال ويقول له وضعه، بيشرح له الوضع بتاعه تماما ما بيخدعهاش، وبيتزوجه على سنة الله ورسوله وبالمحكمة وشهود وكله بتاعه. يخبر مرته أولا، مش من شروط عقد التاني إنه يخبر أولادي، سواء خبر أو خبر مسألة تانية regardless يعني بغض النظر. فبيقول له ترى أنا ما في نعود كتير، أنا كل 3-4 شهور بعد شهر هون، هذا وضعي وأنا عندي عيلة وعندي كذا. تقول له ما في مشكلة. فإذا راح الإسكندرية عنده بيت وعنده مرة، وإذا راح القاهرة عنده بيت وعنده مرة، فهذا بيسموه زواج مسفار المسافر. سؤال في النقطة، في ناس هنا جات من مصر أو جات من بلاد تانية وعنده ست أولاد هناك، وجوز واحدة هنا شرعي ومدني علشان وبيروح ويجي طبعا. إزاي تزوج إذا هو دخل هنا متزوج ما بيقدر يتزوج مدني هنا؟ ما هو متجوز هناك شرعي، محدش حاسس إنه هو هنا متجوز. طيب في حاجات كده ماشية كتير. حالة تانية من زواج المسفار وهذا منتشر هنا. طب هلا هذا لا يصير صح؟ أنا سمحكم أنا ما زلت عم بعطي الإكزامبل، عم بحكي مثال لجدة والرياض ولا القاهرة والإسكندرية. من حالات المسفار هنا كمان الطلاب جاي يدرس 4 سنين يتخرج ويرجع، فبيقول أنا بدل ما أفلت هنا وهنا
ويوم مع كل واحدة مثلا. لا لا بتزوج واحدة على سنة الله ورسوله، وبس خلص بس خلص بطلقها وبرجع للسعودية ولا الجدة ولا دبي وتبقى. هذا شو بيشبه هذا؟ لا مش المتعة، بيشبه إذا ما الزواج على نية الطلاق، بس بيسموه مسفار، إنه هو حصل نفسه مشان ما يعمل حرام متزوجها. هلأ هذا إذا صرح لها، نقول إذا صرح لها إنه متزوجها مؤقت صار زواجها متعة لأنه مؤقت، مثل النوع الأول أو الثاني مصلحة، مثل النوع الثاني زواج مصلحة، ياخذ الجرين كارد بعدين يطلقها، أو بيخلص دراسة بعدين يطلقها، نفس الحالة صار يعني زواج مؤقت. حرام ما يصحش، ما يصحش إذا خبرها وإذا قالها ما يصح، لأنه بالشرع وهذا متفق عليه خدوها مني بالعشرة، الزواج يكون على نية التأبيد، هذا نص مجمع عليه ومتفق عليه. طب وليه يسمونه مصفار يسمونه مؤقت؟ لا ما هو لا اللي في بلادنا مش مؤقت، اللي بيعملوه مصر اللي بيعملوه بالسعودية خصوصا المصفار مو مؤقت، ما زواجها بالرياض مؤقت أبدا، هو مقيم في جدة. ايه ما في عمل على الاسوار علي شوي بس للاحكام، بس نعطي الصوره لانه الحكم على شيء فرع عن تصوري. هلا اللي بيعملوه الطلاب هنا اذا خبر الطرف الثاني فهو حرام قطعا لا يصح. هلا اذا ما خبر صار زواج على نيه الطلاق، بنرجع للاقوال العلماء انه الجمهور قالوا انه هذا حرام لانه خديعه، وعند الحنابلة قالوا صحيح يجوز لأنه مدام لا ما خبرها ولم يخبر القاضي ولم يذكر في العقد فالعقد صحيح، ربما يغير رأيه، ربما بس يخلص يرجع معه على السعودية ولا على مصر ولا بتاع. هلا إذا ما في نية للتأبيد فيسمى مسفار، عفوا إذا ما في نية للطلاق، انتبهوا إذا ما في نية للطلاق، ما في نية للطلاق فهو زواج صحيح لأنه على نيد التأبيد، ولو كل مسافة عندها بيروح لعندها يعني وبينام في بيتها، هذا ما دام هي راضية راضية إنه فالعقد صحيح ما في حاجة. والطالب نفس الشيء لو نوى التأبيد مش المؤقت فالعقد صحيح، ولكن يسموه مسفار لأنه بسبب السفر، هذا بسبب سفر الرجل يعني. طبعا هذه مش تسمية قديمة، تسمية معاصرة يعني، تسمية معاصرة المسفار. فلا ما لم يصرح لها أو للقاضي أو ينوي أو يكتب في العقد فالزواج صحيح. هلا في زواج اسمه المسيار، هو المنتشر كثير في الخليج. زواج المسيار مش مرتبط بالسفر، يعني من إيش مأخوذ؟ من اليسر، ميسر. كيف هذا؟ بتكون امرأة مطلقة، امرأة أرملة، امرأة عانس صار عمرها 40 سنة وما تزوجت، ولو معه في المدينة، ما عم تكلم على السفر أنا، لا ميسر. فإذا جاء له خاطب وعنده امرأة ولا اثنين قبلها، تقول له أنا بدي أبي أتزوج بس ما عندي مهر أعطيكي ولا عندي بيت أجيب لك، أقدر أعدل بينك وبينها ببيت مثلا، ولا بقدر أعدل كمان بالمبيت لأنه بسموه القسم مع السكون، مش القسم، القسم. ما هو القسم؟ يقسم بالعدل بالمبيت، يعني كل ليلة بينام عند وحدة في بيت وحدة، بقول أنا ما بقدر، أنا عندي أولاد هون وما بقدر. تقول له أنا كل هذا متنازل عنه، بدي مهر بسيط جدا 1000 ريال ولا أسوار الذهب ولا بتاع، ولا بدي تسكني، أنا موظفة ولا عندي مال، ما عندي مشكلة، عندي بيت ما بدي تجيب لي بيت، ولا بدي قسم، بس بدي يكون عندي رجل، أني متزوجة رجل. فهذا زواج صحيح، طبعا صحيح، ما زال في تراضي بيناتهم. وهذا ما حدث مع سودة بن زمعة رضي الله عنها، لأنه كان النبي زوجها بعد خديجة وكانت كبيرة في السن، فتنازلت عن ليلتها لعائشة، فهذا أمر جائز، فهذا عقد صحيح اسمه المسيار لأنه فيه تيسير.
مسيار من اليسر يعني. والمسفار وضحنا. فهذه كلها عقود مبتكرة. هلا في عقد تامن موجود عندكم في مصر، منتشر في مصر، اللي اسمه عرفي، اسمه زواج عرفي، مزبوط، منتشر يعني في البلاد الإسلامية، بس في مصر من زمان وموجود. هذا الزواج وإن كان ظاهره الجواز بس فيه خطورة. أول شيء إيش حقيقة هذا الزواج؟ في مصر مثل ما خبروني المصريين شروط الزواج صعبة. لما بده يزوج أو يتزوج أو البنت أو جسمه، يعني مطلوب من الراجل يأمن الشقة وما بعرف إيش وإيش وإيش، ومطلوب من من المرأة تكون عندها القائمة، هيك بسموها القائمة هذه، اللي هو احنا بنسميه جهاز، حتى المعلقة أو الشوكة بذكروا، السكينة بذكروا فيها، هيك سمعت أنا ما أدري صح؟ في القائمة بذكروا كل حاجة، كم ملعقة وكم سكينة وكم شوكة وإلى آخره. هلأ في مصر هذه موجودة وفي السعودية موجودة، بس الفرق إنه الشعب السعودي قادر يأمنه، بس الشعب المصري ما بده يأمنه. ما حسني مبارك أكل البلد وما حوت الجمل بما حمل، ما خلى شعب مصري عنده حاجة، عمل طبقة قليلة من البشر فوق 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 و 90% من الشعب المصري تحت تحت دمره، ما فيش في الوسط. مش كل الناس تقدر يعني تتزوج. فش انتشر والناس شباب وشابات وعمر صاروا قريبين من 30 سنة، ف بيتفقوا وبيحضروا شهود وبيعملوا عقد، وشهود بيحضروا لا بيسجدوا في المحكمة ولا بتعملوا ولا في حدا، لا شيخ ولا حدا، ما في داعي للشيخ، هو بالشرع ما مضروري الشيخ يكون في شهود ولي أمر وإجاب وقبول إلى آخره. ما هذه المشكلة، المشكلة هذه فيها مشكلتين. المشكلة الأولى أنه ماشيين على مذهب أبو حنيفة، مع أنه في الزواج، مع أنه معظم الشعب المصري الشافعي، أبو حنيفة بيقول لك ما في داعي للمرأة لولي. طبعا هذه مشكلة بغير علم الأهل، هذه مشكلة كبيرة. المشكلة الثانية أين تكمن؟ إذا طلع الولد أو الرجل مش ابن حلال، خصوصا إذا حملت المرأة، بتمزل وراء وخلص روحي. هم فيما بينهم هلا موجود مصر منتشر. لا مسموح يعني اذا كان الاهل بيعرفوا، اذا كان ما بيعرفوا الاهل، لا نفترض الاهل مع يعني زواج رسمي، بصير في اهل يعني مين بده برا اذا الاهل بيعرفوا بروح بكتبوا بالمحكمه. طيب اذا مش بالمحكمه بينهم لحالهم، الشيخ ما لازم يكون، شرع ما لازم يكون، بس بما انه الان صار في محاكم لازم يكون مندوب من المحكمة اللي هو المأذون الشيخ، يعني يكتب. هنا كيف إيش الموجود في الأرض الزواج العرفي؟ إنه تلميذة بالجامعة، تلميذ بالجامعة، وفي هنا شباب مع بعض وروحوا على القهوة، ما ضري حتى في بيت، بنتف إنه هذا زوجتك نفسي ولا زوجتك وبدأش ولا شهود، وبكتب ورقة، غالبا ورقة بيعطوها للبنت مشان إذا صار أي شيء تروح للمحكمة وتروح للشرطة وللإسم وتبلغ وتأخذ حقها. لا هذا فهمته، بس سؤالي إنه الواحد الزواج من زمان لازم يكون عن طريق محكمة أو شيء ولا لا؟ زمان؟ يعني أو هلا؟ بهالأيام مفترض لازم يكون في محكمة ولازم يكون في، ليش؟ يعني بيسموه الدوكيومنتيشن، التوثيق صح؟ شرعا. شرعا لا. شرعا لا، لأنه زمان كان الناس مأمونة والناس معروفة، ولو راحوا للقاضي في خلاف يعني الشهود موجودين والحاجة. بس لازم يكون في ولي أمر وشهود وإعلان وإعلان وأشياء مثل هذه يعني طويلة عليهم. فهذا ثمان أنواع من الزيجات منتشر في هذه الأيام، ومنها ما يصح ومنها ما لا يصح. يعني هذه من باب التوثيق، توثيق العقود، الأخذ بالأسباب يعني.
هذا صحيح، ولكن لو واحد زوج وحده ولي أمر راضي وفي شهود وما سجل في المحكمة شرعا يشرع. يمكن يعني تصور إنه يؤثم إذا ما عمل هالشيء مع المشاكل الكتير اللي يعني كتير. لا نحن عم نحكي إنه ما في مشاكل ما في شيء. العقد صحيح، بس ولكن الآن درءا للمفاسد ودرءا لما يترتب على التنصل، وخصوصا إذا كان رجل، أين تكمن وحدة في وحدة من الصعوبات؟ إذا رجل تزوج امرأة من دون محكمة سواء في بلادنا أو هنا ثم أعضلها، ما معنى أعضلها؟ لا يا ريت هاجرها وما طلقها، كيف بدنا غير حقها؟ يعني بتقول لك ما بدي حقي بس بدي اتزوج غيرها، يعني انا قاعد سنه سنتين بدون زواج. في واحد عندنا هون هاجر مرته من 3 سنين افريكا امريكا، وبنحكي معه وانا حكي معه مثل كم مره ما بده يطلعها، وهي وحده عايشه وهو وحده عايش، وهلا اجى لها نصيب. قلت له ما كان ما بقدر، لانه لو في محكمه بتروح بتقدم سيبريشن، او لو في محكمه شرعيه شو بتعمل؟ بتروح للقاضي، القاضي بيطلقها، بس احنا ما لنا محكمه. هلا من الاسبوع الماضي رجعنا حكينا معه فطلقها. لو تعرفي ليش 3 سنين عاضلها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. الله نهى الرجل ان يعضل المراه، فانبسط كانه واحد اعطاها $1,000,000. محبوسه. فالقضيه يعني بتتنازل عن المهر، واصلا اذا هي ما بدها تزوج ما يحق لها المهر، تتنازل عنه يعني. هي طلع ما في ما عم يرضى، ما هو الخلع نفسه طبعا بده يكون هو راضي، ما هو الخلع على بدل من كل طرفين بده، انما هذاك اسمه فسخ عقد. هلا هو في لها حل بالنهايه، خصوصا ما في محكمه مدنيه، نجتمع 3-4 مشايخ وبننذره وبنعطيه مهله، ما رضي احنا بنخلعه منها ما في مشكله. وعملنا هذه اكثر من مره يعني، والا بدنا يعني. بس انا لا انصح امام يعملها الا مجموعه ائمه، مش واحد، مش شيخ، لانه هذه مسؤوليه كبيره. مجموعة من المشايخ، أقلها 3 مشايخ، احنا مرة شبعنا 9 مشايخ، خلعنا واحدة متزوجها، راح مسكين عنده مرأة هو مغربي وساكن في كندا، وتزوجها دعاها من هون أمريكية بيضاء، زوجها مات الله يرحمه عنده ولد، دعاها من هون وراحت تزوجها في كندا وعاش معها كزوجة، ورجعت اجت هون عندها شغل بتشتغل ولا بيشتغل، وترك كندا ونزل على المغرب، وصارت هي تبعت الفلوس من هون، قعد ماسكها سنتين، ها هي عم تصرف علي وبقول لها بدي طلع مرت الأولانية، وضحك علي وللأسف انه بيجي على المسجد ولعته هيك. وكانت المرأة تخلع حجابها وتترك دينها قد ما سوى فيها، مسلمة جديدة هي، ويضحك عليها ويبعت لها تبعت له فلوس تبعت له فلوس. يعني أنا ما أدري كيف رجل بيرضى إنه يعيش على حساب مرته، ما بعرف، باستغلال، مش إنه مر بظروف، كلها بتمر معنا ظروف ما في مشكلة، بس لا استغلال باستغلال، ووحدة داخلة بالدين جديد. بعثنا له إيميل وأمهلناه شهر ومدليج، وبعدين إيميل، وبعدين لما نزلت عنده مرة على المغرب ما قال له هذه مرتي. هي نجلكت يعني انحرج واستحق انه متزوج واحدة امريكية، وما انا مسلمة متحجبة. خلاصة الكلام بعدين مجتمعنا مو دين الاسلامي يا حاجة، مو دين الاسلامي، احنا لو في دولة اسلامية exactly. هو لا حتى في الدنيا حجة، احنا مشكلتنا احنا المسلمين ما لازم نعيش بدون حكم اسلامي، لانه في الدولة الاسلامية على طول الشرطة بتجيبه عند القاضي، اي شكوى من المرأة على طول بيسحبوه بيجرجروه على المحكمة الجرجرة، واذا القاضي شاف انها مظلومة وطلبت الخلع وطلبت الطلاق، مش دائما اسمعوا الى هذا الحكم اخواتي، مش دائما بس المرأة بتطلب الطلاق معناها خلع، معناها ما بيحق لهاش حاجة أبدا.
لأن الله عز وجل خلص واحدة وخذ ما معنى خلع؟ عندكم إيش معنى هالكلام؟ إيش ماذا أقصد؟ أحيانا بيكون الرجل مثل ما ربنا عز وجل قال ولا تعضلون، بيكون مرمرها مرة إيش بسموه طعميها الحلو لا يمر أو المر لا يحلى مثل إيش، بس مشان تقول له ما بدي إياك وتنزلت عن النهر. إذا ثبت للقاضي هذا الأمر أنه هو المتسبب وهو السيء بيفسخ العقد وبيلزم لها المهر. انتبهوا، بيفسخ العقد، بينهي العقد، بينهي الزواج، ما اسمه خلع، اسمه فسخ عقد واسمه إنهاء زواج، ويثبت لها المهر وبيخليه لا ولا بترب لا بيدفع المهر. إذا ثبت إنه هو المتسبب، هو اللي عم ينكد له عيشها، بس مشان تقول له يا أخي اعتقني. الخلع يأتي من جهة المرأة صحيح، بس مش تكون عم تمر في عذاب وهوان وذلة ومذلة وتجويع. لا لا ماشي شيء بالإسلام، هذا بسمع وبعرف في فترة معينة، إذا الرجال هجر مرته بهاي الفترة أو سافر واختفى أوتوماتيكلي في 6 سنوات. لا مش ما في شيء اسمه أوتوماتيكلي بالإسلام، إنه بدها تروح للمحكمة، وهذا فيه خلاف بين العلماء بين المذاهب قديش المدة. هذا اللي بسموه المغيب، الغاب، زوجها غاب وما بتعرف. وأنا جاني كثير حالات هون، أقول لك زوجي ديسبير وأنا FBI روح فتش عليه، شو بدي أعرفني ولا تحري؟ ما هو في فترات، في قليل وفي طويل طبعا، في يعني للمحكمة أن تختار، يعني خصوصا بظروف غيابه. هلا عند أبو حنيفة بيقول لك مدة طويلة، ما بعرف بيقول 50 سنة ولا أكثر، طبعا هذه مدة طويلة. إنما في بعض المذاهب بتقول 10 سنين ولا 5 سنين، يعني في أقوال مختلفة، والقاضي بيحددها بشكل معقول جدا. هل يا ترى في حرب؟ إذا في حرب ما تمقطوع الأمل، ما تميل مثلا، ولا راح في البحر، مهم بيقدرها القاضي بسنين معينة بعدها، وينشر في الجريدة الرسمية ويحاول أن يبحث عنه وإلى آخره. بعد انقضاء المدة بتجي المحكمة بيعطيها طلاق، بيعطيها طلاق. ولكن يبقى السؤال، وهذا حدث في سوريا كثير أيام حافظ الأسد عليه من الله ما يستحق، قتل ناس مسلمين كثير. كان شيخنا رحمة الله عليه في المدينة ندرس عليه فقه شافعي، واحدة منهم كانت كنتو يعني مرت ابنه عنده ابن، أخذوا المخابرات وما رجع، وقعد يمكن وقتها كان له شي 15 سنة مغيب. بيروحوا بيسألوا ما في جواب، ما بيعطوا لا حي ولا ميت. يقولوا لا ميت ما في مشكلة، بنعرف لأنه في ايش بسموا المرأة بتعرف حالها تعتاد وبدها تتزوج غيره، وفي إرث وفي أولاد كتير. ما بيعطوا، كانوا محتقرين الدين وما زالوا محتقرين المسلمين، محتقرين كل شيء يموت إلى الدين بالصلاة، ما يعطوهم جواب. فأنا أذكر، وكانت عنده لما كنا نروح ندرس في بيته، وعنده ولد ما شاء الله، يعني بيقول الأمر عد محله ما شاء الله عنه. كان الوقت عمره شيء 7 8 سنين كذا، وقعد مع بيت عمها ما بعرفها. رجع بعدين لأنه كونه هو الأب الشيخ، يعني عملوا له نهاية فسخ عقد أو نهاية زواج، حالة زواج، وبعتوه على سوريا وتزوجت غيره. ما بعرف أكثر من 15 سنة. كان حالة تانية حصلت مع صاحبي سوري كمان، هل ما أقول لك إيه الحالة تانية؟ سوري صاحبنا معنا في قطر كان بيدرس، تزوج أخت نفس الشيء، زوجها مختفي، كان يسألوا عنه ما في جواب. بعد 10 سنين المرأة تزوجت صاحبنا، وبعد زواج 3 4 سنين ظهر الرجل، طلعوه من السجن. العلماء معظمهم يقولون أن الزوج الأول هو زوجها الحقيقي ليس الثاني، هذا قول أضعف من قول الأول. لا ما فسخوا العقد، ما يعني هي خلص غيب، ويبدو حدا أفتاها مثلك إنه
انه اوتوماتيكلي خلاص انت مطلقه مثلا او شيء مثلا. ما ما لو راحت على شيخ كانت القصه محلوله، بس ما ما بعرف كيف صار يعني. المهم زوجي وعنده وعنده اولاد منها، عنده على ما طلعت يا ولد او اثنين فور شور، كان في ولد او اثنين. ما احنا قلنا ان هذه ترتبط في كل محكمه وكل قاضي يعني، بس حتى لو رجع. لا لا انا ما قلت المده 15 حجه، انا قلت هذه الحاله اللي حصلت كانت خلص. بس هي فيها في، ولكن القضيه انه قالوا لو رجع الغائب فهو احق بها زوجته، ولكن هذا الرجل ايش سوى؟ طلقها. في قول بالتخير، ولكن الزوج القديم طلق يعني حتى تبقى يعني. فالقضية أنه شوف الوضع ليست بهذه السهولة. وانظروا إلى قضية أنا أريد ألفت النظر إليها، وهي أنه عالمنا الإسلامي وعالمنا العربي خصوصا بلاد الشام، اللي ربنا سبحانه وتعالى اللي ربنا عز وجل بالقرآن قال باركنا سبحان الذي أسرى بعبده يعني من المسجد الحرامي إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمنا ويمننا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فسد الشام فلا خير فيكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم، قال وهم بالشام. يعني بلاد الشام شوف إيش فيها، جاءوا اليهود واحتلوا فلسطين، وجاءت الأنظمة الفاسدة خصوصا في سوريا وحكمت وتربصت على قلوب الإسلام والمسلمين. يعني شفتوا دش سيء حسني مبارك؟ ولا شيء مقابل الأسد، ولا شيء. أفسد وأظلم نظام موجود الآن هو النظام السوري، ما في له نظير في إلا شوية كان بيشبهه شوية القذافي، والله أرحنا منه وعقبال العقبال الثاني إن شاء الله. الغرض هو إفساد بلاد الشام وعدم تمكن بلاد الشام لسببين، لأن أعدائنا بيعرفوا هذه الأحاديث وبيعرفوا أنه إذا الشام صلح تصلح حال الأمة. والسبب الثاني أنه دولة مجاورة لإسرائيل لازم تكون تحت رقبتهم. وأنا امبارح قرأت مقال موجود معي بالسيارة، رئيس الأمن الجهاز الأمن الاستخباراتي في دولة إسرائيل قال انهيار أو زوال النظام السوري يعني يشكل خطر شديد على إسرائيل. يعني هن العمل وشاهد شاهد من أهلها حسبنا الله ونعم الوكيل. والحسبنا الله ونعم الوكيل. شيخ زواج العرفي تطمن على المسجد. الزواج العرفي إذا أخذوه على مذهب الشيخ أبو حنيفة مظبوط، بدون ولي بدون شيخ بس شهداء وكذا. بس لا ننصح به، والله لا، هذا فيه خطورة خصوصا على المرأة. لا لا ننصح، بس كان لأنه إجانا سؤال أنا هيك عم بسأل متأكد بتقول أنا لا لازم الشيخ أو عن طريق محكمة. فهذه هذه إجراءات احتياطية أو العصر اقتضاها يعني، وهي أشياء مهمة وضرورية ومطلوبة. صحيح. لازم وجود ولي، لازم ولي، ولي بس. لأن المرأة دائما لازم تتخيلي إما بتكون أختك أو أخوك أو بنته أو بنت عمه أو بنت خاله. ما ينبغي أن نرتضيها، مش لأنه أنا رجل يعني هذه المرأة ومش أوكي. لا طبعا في ناس يكونوا خايفين مثلا على بنتهم بيحطوا للصارف يعني وللرجل أنه يحط مهر عالي لحتى يأمنوا بنتهم، لأنه صارت مشاكل معهم بيخافوا على أولادهم يصير نفس الشيء مثل ما صار معهم. هو المتأثر يعني، بس أنه طلبوا شيء كثير لحتى يأمنوا. 5 كيلو ذهب مثلا، ما بعرف يعني انه بيت مثلا يجيب له بيت ولا يجيب له شيء. بس والله يا شيخ لما الرجال بده يطلعها للمرأة مقدر مصاري بيطلعها مجننها بتقول له خذ كل شيء. هذا اللي عم نحكيها لك انه ارتفاع المهر فيه سيئتان. السيئة الأولى أنها خلاف السنة، السيئة الثانية أنها تكون سببا ل
للمرأة تكون متشددة. لا 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 لا، للرجل إذا بده يطلق ما بقول له قلبي طلق، ما بطلق لحتى تتنازلي. بصير مشكلة بدل ما يصير سيكوريتي لها بصير مشكلة عليها. احنا خايفين من مهر الصغير انه يطلقها بسهولة يعطيها مهرة. ما هو اذا كان ما بقى فيها تعيش معه، شو بده منه؟ هو المهر بده يصلح له اخلاقه؟ المهر بيصلح اخلاق الرجال؟ ابدا. اصلا ولا وحدة اخذت مهرها من متاخر، من اللي بيطلقوا دائما بخرجوا ان شاء الله طلقنا هذا التعليق. لو كنا في محكمة شرعية ما بيقدرش يتحكم ولا بلحظة. القاضي لا، في بلاد الإسلامية إذا في مش متحكم الرجل، لا. وإذا بيترازل القاضي بيقف عن حقه، القاضي الشرعي. المشكلة هون في بلاد في أمريكا، هون المشكلة. إنه رجل ما بده يطلقها، أنا ما بقدر أعمل شيء. بيقدر يتفرع عن هون، مش في بلادنا. بلادنا القاضي بيسحبه. وما بده بيجيب الشرطة، بيجيبه على المحكمة غصب عنه. طب إنه هون لا لا لا، لكن بهالبلد نحن بدنا قاضي. هي المرأة بتكون بدها تطلب الستر وبدها تداري وبدها هي بتكون عم تناطي، يعني هي بدها، ما بدناش فضايح وما بدناش كذا. بس ولكن إذا وصلت الأمور، يعني بهالبلد نحن فينا نطلب بقى من الشباب الطالعة يكون حدا قاضي مسلم يمسك شوفي، إذا زواج بالمحكمة المدنية نص المشكلة بتهون، نص المشكلة بتهون. بتقول لك بتروح بتقدم سيبريشن، بعد سنة بتخلص منه بالطول. طب سنة مدني بدل المحكمة يعني سجل الزواج. الأصل اللي بيزوج صح محكمة. لا عنده حدة أجندة ولا عنده جرين كارد ولا عنده يتمتع فيها لحد ما يخلص دراسه ويفل ويتركها، ولا عنده. ياما في ناس تركوا اولاد معاهم. لا هو اللي بيتزوج في يامن نفسه انه ما يجي الاولاد. الصح انه يتزوج الانسان صح، ويتزوج على نيه التأبيد مثل ما هو بديننا وبشرعنا، ويتزوج مدني وشرعي. مدني وشرعي على الإسلام طبعا، يزوج بالمحكمة المدنية ويزوج في المسجد، هذا الصح. وينوي نية طيبة ونية صادقة، وإنه هذي بيزوجها وهذي مرته. يجي يلعب على عيب ويلعب بديله وبده ليخلص دراسة ولا ياخذ الجرين كارد، هذا كله حركات ما أنا مقبولة. الزواج المدني على المحكمة صح؟ المحكمة المدنية هون ليجل، هذا صح وأضمن. ولا تزوجوا بناتكم إلا هيك، لا زوجوا بناتكم لهيك. الواحد بيقول لك عم يجيني ناس كثير متفقين مع بعضهم، بقول لك طيب انا بعدين بقى بنسجل بالمحكمه. ليش بعدين؟ واحد ليش بعدين؟ طيب هلا بيمنعوا يسجلوا بس مدني، ما بيجوا يعيشوا مع بعض. القاضي الامريكي او غير مسلم بده يزوجهم بجوز. احنا بنقول مدني مشان ضمان حقوق واشياء، ان الرجال ما يتحكم، واذا عضلها ولا علقها بعد سنه بتعرف حالها عندها سنه وتخلص منه بعد السيبريشن وتخلص. في بعرف حالها. طيب بس تزوجت، عفوا بس تزوجت يعني مدني صح؟ شرعي مش شرعي بس ليجلي. ما بيكفي لعيشه مع بعض؟ ما بيكفي لا، حتى لو في شهود او في كل شيء يعني، واحيانا بيكون شهود مش مسلمين ولا في ولي امرها. انا عملت تصحيح، انا بسميه تصحيح عقد، ما بسميه اجراء عقد. احيانا كثير في ناس عندهم اولاد بصلح له العقد، هذا يسمى موجود عندنا بالفقه اسمه تصحيح العقد. لانه ما فينا نقول هذا زنا، ولا فينا نقول هذا يعني غير معترف فيه، ولكن يصحح. كيف يصحح؟ يبرم من جديد وفي شهود وولي امر و
ويمشي صح. في حالة هنا في أمريكا واحدة متجوزة شرع من حضرتها ومات جوزها، فطبعا لأنه متسجلة بالمحكمة البدني كل حقوقها راحت وبرت الدنيا. أجاني أنا من 3 سنين من 3 أمريكية هي أمريكية وجوزها أيوة. أردنية exactly exactly من وين بأي مدينة هن؟ شيلبي هون ب بأيوة بنورث كارولاينا مدينة ها نيوتن مثل وين؟ رجل فلسطيني أظن إجا وجاب معه وحدة أمريكية قال بده يتزوجها أو يبعد مدني قال حد نسجل مدني تزوج وعنده شي 3 غاز ستيشن عنده أملاك يعني وعنده بيت وعائلته ما بدي يجيبه لهون خايف عليهم من الفساد. كان يتزوج أمريكية وعنده 3 أولاد وللأسف كلهم فاسدين كلهم مخدرات ومع إبنه هون إجوا على أمريكا رجعت الإبن القديمة أمريكية جابت 3 أولاد بنتين ولد أو ولدين وبين طبعا كردوا الجديدة من البيت ما أخذت ولا حاجة ما أخذت القديمة أمريكية بس بالأردن عايشين رجعت الإم بس قبل ما يرجعوا ما كانوا عايشين بالأردن هو بعدهم على وما صلح حالهم بالأردن؟ فتلوا أكثر الإم إجا يكون بلاد بلاد طب هذا موضوع تاني إذا فأنا الإم كانوا هير ومعهم وهي الإم مخدرات كله هي وبلادها يا حرام وطردوا الجديدة من البيت قاعدة بأبارتمنت صغيرة هو مطلع القديمة كان؟ هو مطلقها هو مطلق القديمة بس الشاهد من هذا الكلام إنه عند أولاده بالأردن ماشي وهو كل سنة بيروح بزوره وبيأخذ لهم هدايا مع هبة ودبة ودبة وهبة يعني ما أقول كان زمان متزوجها ترى المسن إجا وقت سفرته سافر لا ترك وصية ولا مسجل زواجه ولا شيء أبدا وعنده ممتلكات منيحة تعرف وين مات بالمطار مطار عمان مات هناك نزل من الطيارة بالمطار مات تزوج مدني صح؟ لا لا تزوج شرعي بس فهذه زوجته جديدة الشرعية طلعت من المولد بالأحمص مع أنه شرع عن زوجته صح شرع بيطلع له بس ممكن لا إذا ما نمشي على الشارع بس ما عم تقول أولاده مخدرات ومرته الله أعلم إنه ما بدها توحقها. نونو ما توحقها وطلعوها من البيت وما طلعت ما في نافين وقعدة بأبارتمنت هو في أخويا كثير يعني. في إيش؟ في خي. أخوك أنت؟ عندك أخون؟ هو رفيقه فعارف القصة كثير حتى خي أيسين اللي اتصل في واحد اتصل فيني إنه بدنا نروح مزواج الشرعي ما بيعترفوا فيه ما بيعترفوا فيهم الله يصلح حال المسلمين الله يصلح حال المسلمين لا لأنه هون بيقول لك أمريكا دولة علمانية ما دينية كل واحد بيروح على الكنيسة على المسجد على المعبد على البوذيين تزوجوا بدكم يعني بس من هنا في زواج مدني للجميع كل بده يخضع احنا مش كلنا ما حدا مسجل مدني بس انت لما دخلتي على امريكا دخلتي متزوجه فانت اوتوماتيكلي يعني هلا فيك تروحي ترفعي يعني سيبريشن نو يعني مش لازم تتوثقوا هنا لا لانك دخلتي لما اعطوك الهجره ولا الاميجريشن ولا اي شغله داخله متزوجه ما بدي يعني لا سمح الله الواحد لو بده يطلع هون في روح طلع شهادة طلاق لأنه بالسجلات عندهم متزوجة من فلان لا سمح الله يعني.